خليك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين برنامج خليك وحش، حلقة جديدة طبعا من برنامجكم الرياضي برنامج خليك وحش، اللي يجيكم كل يوم أحد وأربعاء الساعة 2 الظهر. اسمعونا عن طريق الراديو مباشرة أو حملوا تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو بلاي ستور، أو اسمعونا عن طريق الموقع الرئيسي مباشرة www.alfalfafm.com. لو حابين تتواصلوا معنا تشاركونا في موضوعنا تطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا على 012-61-61-100 011-217-85-85. شاركونا عبر الاسمس على STC85-1040 موبايلي 63-1 وزين 70-13-13. طبعا كلنا عارفين ان الشخص اللي ما يمارس رياضه او ما تعود انه يمارس رياضه فبيعاني من موضوع انه العضلات بتضعف عنده، بيصير يعني حتى مو قادر على انه مثلا حتى لما يجي اشياء ثقيله بيلاقي حتى اشياء يعني ممكن تظهر على جسمه. يعني قبل شوي في طبابه الف كان معنا البروفيسور فسالته عن هذا الموضوع، انه في بعض الاشخاص لما يشيلوا اشياء ثقيله بتصير ترتجف يدهم، فليش يعود هذا الشيء؟ فقال لي انه الشخص لما ما يتعود انه هو يلعب رياضه يكون هذا النظام موجود في حياته فبيؤدي لضعف العضلات. اليوم رح نتكلم عن 15 سبب ممكن تؤدي لضمور العضلات في عالم الرياضة. تفاصيل كثيرة في موضوعنا اليوم مع كابتن إبراهيم النونو. مساء الخير كابتن إبراهيم. مساء النور، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ هلا وسهلا. الله يسعدك، أحب أرحب فيك وبالجمهور ومساء الخير عليهم كلهم. ما شاء الله عليك، يعني أنت المذيع هنا مو أنا. لا أنت ما شاء الله أنت الخبرة، أنا قلت لك قبل كذا خلاص خليك وحش، أنت مفروض تطلع تقدمي المعلومات اللي عندك تكفي ما شاء الله. الحمد لله. طب تمام، فعلا لو توافقنا الرأي أكيد طبعا كابتن إبراهيم على موضوع إنه الشخص لو ما كان نظام الرياضي عنده أو اللايف ستايل إنه يلعب رياضة يمارس تمارين رياضية العضلات تضعف بشكل عام. هي العضلات تضعف بكل الأوجه سواء بيمارس رياضة أو ما بيمارس رياضة. طب إيش استفدت من الرياضة؟ طيب أوكي، ما هو لو لعب رياضة أوفر وسوى حاجات اللي هي 15 سبب اللي هنتكلم عنها اليوم اللي هي ممكن تؤدي إلى هذا الشيء. بالضبط، بتؤدي لضمور العضلة، يعني العضلة ما بتصير تنمو ما بتصير تكبر، يعني نقدر نقول إنه ما بيعرف يتعامل معها صح. Exactly، يعني بشكل أو بآخر بيصير موضوع بناء العضل صعب جدا. بتكون العضلة مشدودة، بيكون الجسم حلو بشكل آخر، بس إنه مثلاً هو يبي يبني جسمه، يبي يخليه مثلاً بادي بيلدر، يبي يطلع جسمه ما يقدر يطلع إذا بيسوي الخمستاشر سبب هذا. تمام، خلينا نبدأ بهذه الأسباب وكل سبب ممكن نوقف عنده شوي نشرحه أكثر للمستمعين. طيب أوكي، خلينا نتكلم عن أول سبب مثلاً اللي هو الإفراط في التمرين أو بذل جهد تدريبي عالي مثلاً. يعني يجلس في النادي ساعتين ثلاث ساعات، هو بيجهد كل عضلات في الجسم، بيتمرن كل التمارين، ما عنده جدول محدد في التمرين. هذا جدا غلط، يعني مثلا يلعب صدر يلعب باي يلعب ظهر يلعب كل الأجهزة، وتلاقيه يسبح ويجري ويخش حديد وكل كل شيء. يا سلام، وتلاقيه يلعب كورة مثلا، بعد الكورة راح تمرين، بعد التمرين راح لعب حاجة تانية أو راح سبح. أوكي، هو كلياقة بتفيده، يعني بيكون مثلا ما شاء الله لياقته جدا عالية، بس مو مركز في شيء معين، عشان كذا هذا بيسبب ضمور عضلي، بيسبب هذا أول سبب وسبب الرئيسي في ضمور العضل. بيصير إنه أثناء التمرين مثلاً هو لعب خلينا نقول أكثر من عضلة، أو العضلة نفسها لعب عضلة واحدة بس أداها فوق طاقتها في التمرين، فجهدها بمجهود مرة كبير. يعني الواحد لازم يكون وسطي برضو في الموضوع هذا، إنه ما بزيادة. في حد للموضوع بيكون على حسب الجدول اللي بيعطيه هو الكوتشز، أو على حسب ما هو تعلم في موضوع التمارين، في حد بالنسبة معينة للموضوع هذا. عشان كده دائما بسأل، يعني بسألكم ككباتنا إنه كم المفروض الواحد يقعد في النادي، قد إيش المفروض يعني يقعد وقت يمضي ساعتين ثلاثة ساعات؟ فبيكون والله شوفي أجمل الكوتشز بيقولوا لك 40 دقيقة ساعة، أو على حسب الجدول اللي أنت بتمرني ما يعدي أكثر من 40 دقيقة، ما يعدي أكثر من ساعة، بس هو على حكم يعني على يحكم التمرين اللي أنت بتسويه أو على حسب الهدف اللي أنت بتسويه. يعني اللي يلعب كورة غير اللي بيلعب حديد مثلاً، أو غير اللي بيبني جسمه. أكيد طبعاً. فاللي بيلعب باسكت غير اللي بيكف، في كل رياضة معينة في تمارين معينة صح. إنه هو يسويها وعلى حسب تمارينه. في حاجة كمان اسمها إطالات العضلة، هذه بتاخد وقت. يعني مثلاً ما بقول لك ساعة أنا من ضمنها الإحماء والإطالة والاسترخاء وكل اللي أنت بتسويه، لا، في مثلا ساعة بس للمجهود العضلي أو 40 دقيقة بس للمجهود العضلي، ففي شيء قبله وفي شيء بعده فما يحتسب. فهي
تحتسب على حسب هدفك من ناحية أنت إيش هدفك في جسمك، تبى تشيب، تبى تبني، تبى تكون نحيف، تبى على حسب الحاجات اللي هو بيشغل عليها. حلو تمام. هذا طبعا بالنسبة لي السبب الأول اللي ممكن يعني يؤدي لضمور العضلات. أيوة، اللي هو فهو أنك أنت تعطي عضلتك أكثر من طاقة. وكمان في نفس هذا السبب إنه هو بيصير عنده تمزق في العضلة. فهو كل ما زاد تمزق في العضلة كل ما إنه هم يحسبوها شيء فائدة، فهي بالعكس غلط. كل ما صار تمزق في العضلة أكثر كل ما صار ضمور في العضلة أكثر. هي لما تتمزق العضلة نسيبها لازم المفروض يعني فترة راحتها. يا سلام، هو في فترة، هو في أحد كمان الأسباب فترة راحة. شفتي كيف صرتي كوتش ما شاء الله. بعد الأسباب هو فترة الراحة. أنا ده حنرجع له، بس أنا بقول لك يعني إحنا ما نزيد في التمرين عشان ما يصير تمزق مرة زيادة في العضلة. تمام حلو. هذا بالنسبة لي، هذا بالنسبة للسبب الأول. نجي للسبب الثاني، النظام الغذائي اللي كل مرة إحنا بنتكلم عنه. النظام الغذائي يعني يلعب دور فعلا في الموضوع. الدور كبير، 70% منه نظام غذائي، 70% من الجسم أكل. إيش اللي بيطلع الفات، إيش اللي بيضبط، إيش اللي بيضبط لك الجسم، إيش ما هي الرياضة. يعني حتى في تمارين البطن مثلا كل الناس، أنا بلعب بطن 1000 مثلا، يقول لك أنا ألعب بطن مرة ساعتين ألعب بطن. طيب إذا بتلعب بطن ليش وإنت عندك مثلا فات في جسمك؟ ما بيفيده. صح، مرة ما بيفيده، خصوصا اللي يلعبوا دولة اللي يلعبوا بعد الحديد بطن. اوكي ممكن تلعبي عشان تظبط العضله اذا كان جسمك ناشف، تقومي انت تلعبي تكنيك معينه لعضله البطن عشان ترسميها بشكل حلو. العضله البطن عضله صغيره، ما هي عضله كبيره، فهنا الموضوع يختلف معك. بس لازم النظام الغذائي يكون صحي متوازن ويكون على حسب الاحتياج الشخص اللي يحتاجه. طبعا لكل شخص احتياج معين، سواء زي ما قلنا كمان في بناء الجسم، مرة بيسحب بيقلل كارب، مرة بيزيد بروتين، مرة بيدخل الفات الصحي، حتى الصوديوم من ناحية الملح، من ناحية الحاجات كلها متى يدخله متى. هذه طبعا على حسب برضو الشخص المختص اللي بيعطيه الجدول الغذائي ولا بيعطيه البي تي حقه، على حسب هو ايش بيمشي معه. بس السبب الثاني ومهم جدا اللي هو النظام الغذائي. لازم يمشي على نظام غذائي متوازن وصحي لجسمه. تمام مستمعينا، حابة أقول لكم أكيد عن أرقام التواصل، وحابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار ممكن تشاركونا على 012-61-61-100 012-61-75-85 أو تشاركونا عبر الـ SMS على STC-851-040 موبايلي 63-1 وزين 70-13-13. طيب السبب الثاني زي ما أقول لكم كابتن إبراهيم أنه ممكن يعود لموضوع النظام الغذائي اللي أنتم ماشيين عليه، يعني قديش مهم أنك أنت تنظم حياتك من ناحية الغذاء. يس، هذا 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 هذه لازم مرة مهم. طب نخش على السبب الثالث وهو برضو على اللي تكلمنا عنه في البداية، راحة العضلات. طبعا هم مجمل يعني أجمعوا برضو الكوتشز والبي تي والناس كلهم أنه راحة العضلات تكون يومين في الأسبوع. يومين في الأسبوع. بس خلينا نقيسها على حسب الجسم، لأنه في أجسام ترتاح يوم وتتمرن يوم تبني أسرع، في أجسام زي كذا، وفي أجسام أصلا جيناته جينة طلاح. يعني في ناس ما يتمرن وأكله ملخبط وجسمه كويس، هذه تعتبر هذه ترجع للجينات. فهو موضوع الراحة هنا كمان يلعب دور. طب إحنا هنا كيف هو الشخص بنفسه يعرف؟ في أيوة طبعا هو حيبان معاه. يعني مثلا أنا أعرف إنه إذا ريحت يوم لعبت يوم، العضلة اللي أنا بلعبها بعدها بيوم تصير عندي فيها بامب، بيصير فيها مثلا ضخ دم مره زايد. خصوصا على حسب الراحه اللي انا اشتغلت عليها، او على حسب راحتي اللي انا ارتحت فيها. فثاني يوم لما نتمرن مثلا لعبت صدر ثاني يوم انا مرتاح ولعبت صدر ثاني يوم، بيزيد عندي مره ضخ الدم زياده، فبشوف حتى شيء ملاحظ. فهذه هنا يبان مع الشخص. اذا هو ارتاح يوم جاء العضله اللي بعدها بيوم لعبها حيبان معه ضخ الدم زياده، وهنا دائما خليه يركز على العضلات الضعيفه عنده. تمام. يعني مثلا عنده عضلة الأفخاذ ضعيفة، عنده عضلة الأكتاف ضعيفة، عنده مقنص ضعيف، هنا هو يبان مع إيش العضلات الضعيفة. مو العضلات الضعيفة اللي ما يقدر يشيل فيها وزن، مو إنه مثلا ما أنا قادر أشيل وزن في العضلة دي معناها عضلة ضعيفة. كيف أحكم عليها؟ العضلة الضعيفة اللي تحكم في الشكل. أيوة، أو إنه في قوة التمرين، مو في قوة التحمل، في قوة التمرين. يعني أنا مثلا ممكن عضلة صدر ألعبها 10 تمارين عادي، هذه معناها عضلة قوية بزوايا مختلفة. بس في زاوية مثلا في الظهر عندي مثلا زي المقنص انا عندي ضعيف، فهو مثلا ماني قادر العبه كويس، فاقوم اركز عليه. فهمت علي؟ في بعد يوم الراحة، مجهود فيه بعد يوم الراحة، بعد مو بذل مجهود، بعد يوم الراحة، عشان يصير فيه ضخ اكتم ضخ دم اكثر للعضلة. تمام. طبعا زي ما قلنا اللي اتفقوا عليه يومين، لكن ممكن يكون يوم ايه يوم لا، او ممكن يكون يومين في الاسبوع، او يمكن 3 أيام في الاسبوع، على حسب الشخص وجسمه. وبرضه هذه يوضح له اياها الكوتش او هو ممكن يطلعها. حلو جميل. في عندنا اتصال ممكن ناخذه نقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. يا هلا، مين معي من وين؟
والله انا من جيزان، محمد عبد الله اسمي. طيب محمد، يا ريت تسمعنا من سماعه الجوال وترخي صوت الراديو شوي عشان اقدر اسمعك. طيب تمام. الو، معانا يا محمد؟ ايوه معكم. يلا اطرح سؤالك محمد. والله برنامج هذا شدكم الموضوع. طيب مو مشكله، يعطيك العافيه. تقدر ترجع تسمع الحلقه من جديد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM. مستمعينا خلينا نطلع فاصل بسيط، راجعين خليكم على السماء. خليك وحش. يا هلا فيكم من جديد مستمعينا. طبعا راح فيكم من جديد في خليك وحش. 15 سبب تؤدي لضمور العضلات في عالم الرياضة. قبل الفاصل طبعا كابتن إبراهيم قال لنا عن كم سبب، اللي هم 3 أسباب. خلينا نكمل مع بعض. طيب آخر سبب إحنا قلنا اللي هو الراحة. نجي للسبب الرابع واللي هو تناول عدد الوجبات المناسبة للشخص. طبعا لازم أفهمك أو معلومة، أغلب الكوتشز يقول لك أنه لازم كل ساعتين يدخل مصدر بروتين أو مصادر طاقة للجسم. هذه المعلومة شبه صح، لأنه عمليات الهضم اللي بتصير محتاج أنه الجسم يكون إيش، يأخذ كمية بروتين كافية، لكن تقاس على حسب كمية البروتين اللي يحتاجها الجسم. مو أنا كل شوية أدخل بروتين أدخل بروتين أدخل بروتين وأنا ماني عارف قديش أحتاج الجسم، بس أدخل كمية وخلاص. أوكي. فمن المهم انه مثلا تخلي المعده شغاله، بحيث انه مصادر البروتين والكارب والحاجات اللي يستفيد منها الجسم على حسب احتياج الجسم تفضل شغاله وتفضل تعطي الجسم طول الوقت. وهذا شيء مره كويس. يعني عشان كده بنقسم مثلا من 5 إلى 6 أو 7 وجبات مثلا في اليوم، ما في مشكله. حلو. بس وجبات قليله، يعني مو ياخذ لي وصح انه يعبي ويعيش يروح بوفيه لا. في ناس كثير تفهم حتى موضوع اليوم المفتوح هذا، انه ايوه يروح مثلا يوم، هو هي وجبه مفتوحه، وجبة مفتوحة، مو يوم مفتوح. يعني في ناس سبحان الله فطور وغدا وعشاء يخلوها وسناك وكل شيء في يوم المفتوح ده. صح كلامك. او وجبه واحده تلاقيه ما شاء الله عليه، يعني هي وجبه مفتوحه اساس انه انت يعني اشتهيت اكله معينه. ايوه كده، بس كده حاجه معينه. تمام. طيب في هذا الشيء كمان لازم ندخل كل مثلا في الوجبات هذه لازم شيء ندخل محفز هرموني للجسم من الاكل، سواء كان للرجال محفز استرون أو للحريم محفز استروجين. عشان يساعد أكثر. تمام. وخصوصا الموضوع الرجال المحفزات في الأكل أو في الحاجات هذه، لما نزيد أنت التستيرون، هو ما أنا ما بتكلم أنه يزيد بكمية هائلة، طبعا هذا شيء مستحيل. يعني إلا إذا تستخدم حاجات ما تنفع نقول على الهواء. فبس أنه مثلا لو أوكي شيء طبيعي حيكون مرة كويس، بحيث انه يرفع الهرمون عشان يزيد نسبة العضل، لانه مسؤول عن بناء العضل الاول والاساسي هو الهرمون النمو، هو الهرمون اللي هو التستيرون او غيره. تمام. في عندنا اتصال من سامي. الو، مساء الخير يا سامي. مساء النور. اهلين. يا هلا فيك، تفضل. الله يعطيكم العافية. حبيت اسال الضيف كرما، العام الماضي انا سجلت في نادي حلو واستمرت بالتدريج يعني في التمارين عشان ما يكون عندي ضعف في الجسم. طيب. فبعد سنة تماما حسيت ألم في الركبة وسويت إشاعة وقال لي الدكتور إنه عندك قطع في الغضروف. عندك إيش؟ قطع في الغضروف. أيوه. إيه نعم. فقال لي إنه لازم أنت تحتاج عملية بالمنطار. فهل العلاج الطبيعي قبل العملية يعني كويس ولا بعد العملية؟ شوف، انا احبز انك انت تمشي مع الدكتور في النقطه هذه، لانه انا ماني شايف اشياء، يعني ما اقدر احكم ده الموضوع، ما هو مجالي طبي، مجالي رياضي. ممكن ايوه يكون عندك علاجات طبيه تستخدمها سواء قبل العمليه او بعد العمليه، اللي هي احنا نسميها علاج طبيعي. ايوه، لكن بغض النظر هذه ممكن ترجع فيها الدكتور، هو يحدد لك عشان تستفيد اكبر أو تستفيد أكثر. صحيح. حلو. من جديد مستمعين أذكركم بأرقام التواصل 012-61-61-100 012-71-85-85. حلو. نرجع لموضوع الأسباب اللي ممكن تؤدي ل. طيب آخر سبب إحنا قلنا اللي هو لازم يضبط وجباته، بحيث حتى لو كانت 5-6 وجبات ما عنده مشكلة. تمام. بس إنه كمية قليلة ويكون فيها كل المصادر اللي يحتاجها بحسبة احتياجه اليومي، يعني ما يزيد عن احتياجه اليومي، لأنه البروتين زيادة. في ناس تقول لك أنا أخذ بروتين زيادة عشان أكبر العضلة أكثر، ترى لا، معلومة جدا غلط. يعني لو أخذت
200 300 400 جرام بروتين مثلا، خلصت علبة البروتين حق المكمل ما رحت في نفس اليوم حتصير وحش كده وماشي زي هولك. لا مرة غلط ترى المعلومة. يعني ممكن هما في ناس تحسب كذا فعلا. ايوه ترى في ناس كتير تيجي تقول لي ابا اخذ بروتين زيادة عشان لا 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 تحسب انه مفعول سريع سريع. لا 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 غلط مرة غلط. تمام. في عندنا اتصال. الو مساء الخير. الو يا هلا، مين معاي من وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مين معاي من وين؟ عبد الرحمن الشهري. الله يخليك. والله ماني قادر من سرعتك القط الاسم حتى. عبد الرحمن الشهري تفضل حبيبي. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ابغى اشارك بس عندي اصابه. تفضل. اكيد ابغى اكلم الدكتور. لا الكابتن، هو مو دكتور. الكابتن. يلا تفضل يا دكتور. السلام عليكم. تفضل حبيبي. الله يخليك. عندي استفسار بس، انا جاني كسر قبل يمكن 10 سنوات في المفصل القدم. حلو حلو. بعدين انا طبعا رحت مستشفى حكومي وانا ما كنت اعرف، فجبسوا الكسر مع الاربطه قطع. وبعدها بعد شهر فكيت الجبس الجبيره. وبعدها قالوا لي خلاص يعني عادي، صرت العب وزي كذا. طيب. بعد 10 سنوات صار يجيني الم، لما العب يوم اقعد اسبوع ما اقدر امشي. طيب لا يكون حرارة وانتفاخ في لازم القدم. لازم تروح تسوي أشعة عشان تشوف. رحت سويت أشعة. طيب رحت سويت أشعة، سويت أشعة عادية وسويت الأشعة المقطعية. حلو أوكي. ورحت عند يعني أربع دكاترة يعني زي ما تقول من أكبر دكاترة على مستوى المملكة. طيب حلو. في ثلاثة منهم قالوا لي نهائيا ما تلعب كرة في حياتك نهائيا. طيب. لأن عندي تآكل في مفصل القدم، عندي من الكسر تآكل وخشونة حادة. طيب حلو. وفي واحد قال لي يعني قال لي لا ممكن اصلح لك منظار ويخف الالم 40%. تمام. هو انت حضرتك اللي قال لي الكلام ذا الدكتور سالم الزهراني. تمام. من غير ذكر اسماء اخوي عبد الرحمن، بس انت حضرتك تتكلم من ناحيه طبيه بحته. يعني انا الحين انا ماني عارف ايش اسوي. انا ابغى اعرف هل كل واحد هم يقولون ما في علاج نهائيا خلاص. طب انت كان ممكن تكون معانا في طبابة ألف قبل شوي، كان معانا بروفيسور في العظام هنا. أنا ممكن انا توني افتح الحين والله ماني. طب حاضر. هل الكلام هذا صحيح اني نهائيا خلاص يعني ما في اي علاج؟ كلهم قالوا لي ما لك علاج، ما لها علاج. طيب. الا بعد فتره يا تثبيت المفصل يا مفصل صناعي. يعطيك العافيه اخوي عبد الرحمن، الف سلام عليك. باذن الله اجابتك راح يتم او سؤالك راح يتم اجابته في برنامج طبابة ألف، هو البرنامج المتخصص في الاستشارات الطبيه. مزبوط. يعني احنا ما احنا تخصص طبي، احنا تخصص رياضي يا جماعه. كابتن ابراهيم النونو كابتن بن قوسين عشان الاستشارات الطبيه. احنا بنتكلم استشارات رياضيه تغذيه ممكن اساعدك فيها، لكن الموضوع الطبي انا ما احب اتطرق فيه لانه يبغى له اشعه ويبغى له تحاليل ويبغى له حاجات مره كثير، وانا لا افقه في هذا الموضوع. وليد مساء الخير يا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك. الحقيقة بدي أسأل كابتن إبراهيم عن الـ EMS Electro Muscle Stimulation، تحفيز إلكتروني للعضلات. حلو. فاتح هو مركز جديد بالرياض الحقيقة. حاب بس أخذ رأيك عنه، لأنه سمعت كلام أنه هو بيعوض أساسا عن الجيم، بدل ما تروح كل يوم على الجيم لا أنت بتمرن عضلاتك كلها في نفس الوقت، وغير هيك عن طريق التحفيز الإلكتروني يعني. طيب شوف، يعني هذه صارت آخر فترة في صيحة في العالم على الموضوع هذا، وقريت عن الموضوع بس الصراحة ما جربته قبل كده عشان أحكم. بس في ناس كتير يقولوا كويس، في ناس يقولوا لا. وفي النهاية ترى الموضوع الحركة بركة، يعني إنه وإنت جالس تجيني شوية كهرباء تزبط لي العضلات أحسها يعني شيء مبالغ فيه شوية. حتى لو كانت تفيد بس ما راح تديك المجهود او الشيء اللي الرضا، ما حتكون راضي عن نفسك، حتحس انه في شيء غلط. هي هنا الفكره. انا ما جربته عشان احكم فيه، ما بافتي لك فيه، ما اعرفه، بس قريت عنه وشفت اخر الاحداث اللي صارت فيه، وكباتن كثير ترى تكلم عن الموضوع هذا عالميين يعني، وناس مره مشهوره تكلم عن الموضوع، واللي مصدر ده الجهاز شخص مره مشهور. بس الفكره في الموضوع انه يعني الشخص المشهور اللي صدر هذا الجهاز ما بيلعب رياضه، اكبر لاعب رياضه في العالم. هذه اقول اسمه. طيب. لا من غير لاعب كوره كمان يعني. يعني غريب صراحه انه هو يلعب رياضه ومره معروف ويلعب فريق مره قوي، فهو اللي صدر الجائزه. توقع اني عرفته خلاص. خلاص. كمان اتصال. ابو ريان مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. ممكن اكلم الكابتن؟ تفضل. تفضل حبيبي حياك. سلام، كيف حالك كابتن؟ الحمد لله. اول واحد يقول لي كابتن يعطيك العافيه. انا عندي نقطتين يا كابتن. النقطه الاولى طبعا انا ابغى اسوي مثلا رياضه او حميه. حلو. فانا عندي الدراجه وعندي الاوبتيكال في البيت. يا سلام، ده شيء مره حلو. مع العلم اني طبعا انا ما اقدر اسوي رياضه لاخر الليل، هذا النقطه الاولى. فابغى مثلا كم يعني ايش التمرين المفضل بالنسبه للنزول الوزن؟
طيب. النقطة الثانية، أنا طبعا معظم الزيادة في الوزن عندي في الجدة مقدمة البطن يعني مع أن فخوذي وفوق وصدري وهذا كله طبعا متناسق مع الحمد لله، بس أنا مشكلتي في منطقة البطن تحت. فهل البدلة الحرارية مناسبة يعني ممكن استخدمها مع التمرين أو لا؟ طيب حلو، شكرا لك أخوي، يعطيك العافية. يعطيك العافية. طب شوف، أول حاجة أفضل تمارين لحرق الدهون اللي هي الأوبتيكال أو الدراجة أو أي تمارين كارديو، هذه أفضل تمارين لحرق الدهون. يعني أوكي، نسبة مثلا لما تلعب حديد بتحرق دهون، لكن مو زي بالنسبة لما تلعب كارديو. وكل ما كان أنت بتدي مجهود أكثر في الكارديو كل ما رح يحرق معك أكثر، لأنه وكل ما مثلا أنت لعبت على معدة فاضية الجسم حيستخدم الطاقة المخزنة في الجسم اللي هي الدهون. فانت اذا بتلعب اخر الليل حاول انك انت قبل التمرين بثلاث اربع ساعات ما تاكل حاجه عشان الجسم ما يكون في طاقه، فلما تلعب حيحرق الفات او يستخدم الفات او الدهون اللي موجوده كطاقه في الجسم. هذه النقطه الاولى من ناحيه الاوبتيكال. النقطه الثانيه، الصوت الحراري هذا او الصوت اللي انت حتلبسها او البدله اللي انت حتلبسها الحراريه هي كويسه لانه بتخليك تعرق اكثر، بس خلينا ما نتطرق في هذا الموضوع. يعني لو انك انت هيئت الجو رياضيا حيكون افضل من انك انت تلبس صوت، خصوصا انه انت ما عندك كميه فات عاليه في كل الجسم. يعني مو لو انك طفيت مكيف مثلا وهيئت الجو كذا بحيث انه يكون بس حق رياضه او غرفه بس فيها يكون تهويه مناسبه شباك ولا حاجه، حيكون افضل من انك تلبس سود. هذه النقطه. والنقطه الثالثه، بالنسبه للدهون اذا انت حاب تحرقها بشكل اكبر لازم تتبع نظام غذائي كويس، بيكون لو فات، يكون فيه كارب معتدل، يكون فيه بروتين معتدل عشان ما يخزن لك فات في الجسم وعشان يستخدم الفات في الجسم كطاقه. حلو جميل، تحياتنا لك أخوي أبو ريان. كمان اتصال من عبد المنعم، مساء الخير. طيب خلينا نطلع فاصل، نطلع فاصل مستمعينا وراجعين لكم، خليكم مع السماء. خليك وحش يا هلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش، مكملين في تواصلنا معاكم. لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على كابتن إبراهيم النونو راح تتواصلوا معانا على 012-61-61-100 012-61-17-85-85. عندنا مجموعة اتصالات ممكن ناخدها. محمد معانا، مساء الخير. مساء النور أختي سامية. يا هلا فيك، تفضل يا محمد. كيف حالك؟ الله يسلمك. أبغى أسأل الكوتش إبراهيم. مساء الخير يا كوتش. مساء النور، هلا حبيبي، تفضل. كيف حالك؟ الله يسعدك. أنا عندي رياضة المشي يوميا من 45 دقيقة إلى ساعة في اليوم يعني. ما شاء الله، حلو جيد. أيوة، حاب استبدلها بالدراجة. طيب وش الفوائد هذه ومضارة هذه وفوائد المشي ومضار المشي؟ طيب ابشر، ما عندك مشكله. الله يعطيك العافيه اخوي. ايش فوائد؟ ما احنا ناخذ اتصال ثاني وخلاص، مليان في اتصالات فممكن. طيب اوكي، او تبى ناخذ الاتصال عادي، ناخذ الاسئله كلها ونجاوب بعدين. تمام، ناخذ اول كمان اتصال من محمد. محمد مساء الخير. الو يا هلا. الو الو، مساء الخير. مساء النور، يا هلا فيك، تفضل. استفسار الكابتن. تفضل تفضل حبيبي. مدى الفائده من الرياضه في حاله مرض الانفلونزا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، تاثير الرياضات الثانيه مع بناء العضله. مع ايه بناء العضله؟ رياضات ايش بالضبط؟ ايش الرياضات الثانيه؟ كره قدم ولا مثلا الدراجه. طيب ابشر معنا. تمام، يعطيك العافيه اخوي. نروح على كمان اتصال من يحيى. مساء الخير يا يحيى. نور، يا هلا فيك، تفضل. الله يسلمك، ممكن اكلم الكابتن؟ اكيد، تفضل حبيبي. لو سمحت يا كابتن، ابغى الفرق يعني في التمارين الحديد بين التنشيف والتضخيم. طيب ابشر. وهل سوبر ست هذا ينفع للتنشيف؟ طيب ابشر او لا؟ ما عندك مشكله. شكرا لك. كمان اتصال خالد. الو، السلام عليكم. يا هلا، وعليكم السلام. أنا عندي استفسار بس من الكابتن. تفضل. نونو، تفضل حبيبي. أنا أروح للتمرين طبعاً 5 أيام في الأسبوع ومستمر يعني على الجدول اللي معطيني إياه اللي هو المدرب. طيب ما شاء الله، حلو. طبعاً أنا أسوي أوبتيكال وحديد يومياً. حلو. وفي عندي يومين راحة نهاية الأسبوع. سؤالي بس الوقت اللي آكل فيه بعد التمرين، يعني هل أنه آكل بعد التمرين يعني كويس أني أنا آكل بعد التمرين، ولا يكون في وقت معين مثلا 45 دقيقة ساعة أو ساعتين
أساس إنه أنا الجسم عندي يستفيد من ال. تبني أنت بتبني دهون. جسمك بناء عضل. أيوة. طيب. بناء عضل وحرق دهون. طيب خلاص أبشر ما عندك مشكلة. شكرا لك أخوي. كمان اتصال من أحمد. مساء الخير يا أحمد. ألو مساء الخير. يا هلا وسهلا. ممكن أسأل الكابتن سؤال؟ تفضل حبيبي. والله أنا يعني أنا لسه أول مرة هروح الجيم. ما رحتش قبل كده. تمام. وبس أنا كان حصل لي حادثة قبل كده زي شولدر ديسلوكيشن. أوكي. عملت عملية. حلو. أيوة. أيوة تفضل كمل. شولدر ديسلوكيشن. أيوة 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 معاك. أوكي. وعملت عملية وتم ربط الكتف. طيب. هل أقدر دلوقتي لو قدمت على الجيم؟ هل أقدر؟ كم لك مسوي العملية؟ معينة. كم لك مسوي العملية؟ صار لي 3 سنين. طيب خلاص ما عندك مشكلة أبشر. تحياتي لك أخوي أحمد والسلام عليك. طيب نروح طبعا على إجابة الاستفسارات. طيب أول حاجة اللي هو فوائد المشي أو كثيرة واللي يقول لك انه عن موضوع انه هل ابدلها في الدراجة ولا لا. بالنسبة لده السؤال احنا ممكن نشكل في رياضة الكارديو سواء مشي سباحة دراجة سير اللي احنا نبغاه. ممكن ياخذ يوم مشي يوم دراجة ما لها اضرار بس ممكن تأثر على شوية حاجات اذا خشونة في الركبة او كذا اذا هو ما بياخذ المكملات الغذائية الصح او ما بياكل صح. حلو. لانه زي ما احنا عارفين المفاصل وهذه تحتاج زيوت تحتاج فات بس فات صحي دهون صحية ما هو دهون اللي احنا عارفينها الزيوت ديك المهدرجة وإلى آخره. دهون صحية من المكسرات من مثلا فيش أويل زيت السمك كل هذه الحاجات يحتاجها الجسم. فإذا هو بيستخدم الدراجة استخدمها بس لازم يركز على هذه المكملات أو الفيتامينات عشان ما يصير عنده خشونة في المفاصل وغيره. تمام. هذه من ناحية السؤال الأول. سؤال الثاني تأثير الرياضات على بناء العضل. احنا أول حاجة قلناها انه لو هو سوى مجهود مره عالي ما راح يبني عضل. اذا هو كان بيلعب كده الحين لعيبه الكوره مثلا ما عندهم عضل لكن في ناس اسمهم شويه منتفخه لانه بيركز على العضل وما بيحرق اكثر. بس لو تلاحظين انه في الملعب مو ما بيكون مثلا سريع انف او انه هو مثلا عنده لياقه عاليه. لكن اذا انت مثلا بتلعب كوره او بتسبح او وات ايفر انت بتسويه راح العضل راح يوقف وما راح يبني بشكل مره كبير. تمام. رح يوقف لستاندر معين. فعشان كذا بيأثر عليك إذا أنت بتلعب رياضة وبتجهد نفسك من الرياضات هذه غير بناء العضل. حلو. طيب بالنسبة لتأثير السوبر ست على النشافة والضخامة أو سواء بيلعب سوبر ست وبتأثر في أعتقد الحلقة الماضية كان معكم كابتن مؤيد وقال لكم على موضوع تكلموا عن 30 أو 40 تكنيك في ناحية التمارين الرياضية. صح. وكل تكنيك إيش بيسوي الفكرة في الموضوع لازم الواحد يغير في التكنيك سواء سوبر ست أو تربل ست أو يلعب عدات عالية عدات نازلة أو الشكل الهرمي أو الشكل العكسي أو الأربعين تكنيك كلها أو الأكثر منها وكل وإلى الآن ناس تخترع تكنيك ترى في التمرين يعني صحيح. هو مو موقف على شيء معين هو ذكر إنه في بعض المدربين اللي بيدربوا المدربين بيخترعوا exactly لأنه تكنيك جديد أيوة لأنه لازم هو يشكل ويغير جسم الإنسان ذكي فلو عودتيه على حاجة لو كل يوم أنا لعبت نفس التمرين راح يتعود الجسم وما راح يستفيد حيوقف نموه خلاص او حيوقف على حاجه معينه فلازم انه هو يطلع من الجو هذا لازم تسوي زي ما نقول شك مفاجاه للعضله انك انت رايحه معودتيه على حاجه فجاه تلعب بشيء ثاني او رايح فجاه حتى احيانا بعض المدربين على فكره ما يقول الجدول او ما يعطي الجدول وهذا مره شيء بروفيشنال انه ما يعطي الجدول للبي تي او للشخص اللي بيدربه بشكل انه خد الشهر ده تمرن لا يقول له خلاص لما تيجي تتمرن كلمني وانا اقول لك التمرين عشان يفاجئه في التمرين عشان ما يروح هو حاط في باله اليوم حلعب سير 20 دقيقه فيقوم مرتاح كذا وانا رايح لا هو رايح مو عارف ايش يتمرن يقوم يفاجئ الكابتن بتمرين يهلكه مزبوط فهنا الفكره فلازم انه هو يكون في شكل العضله يفاجئ العضله عشان كذا حتى المدربين الكبار لما بيجهز البطوله ولا هو بيوصل لمرحله لازم في واحد اكبر منه يمرنه اكيد طبعا مهما وصل اللي هو مرحله انه هو مره بروفيشنال في واحد اكبر منه يمرنه اكيد او في واحد يدي تمارين فهي هنا الفكره بس لازم سواء سوبر سيت او تربل سيت او غيرها لازم يغير في التمارين وما راح تاثر على بناء العضل ممكن تاثر ايجابي مو سلبي على حسب نوع تمرينك واكلك تمام طيب نجي للسؤال اللي هو اكل بعد التمرين لازم على طول بعد التمرين إذا كانت أنت بتبني جسمك أو whatever أنت بتسويه لازم تدخل مصدر بروتين للجسم وفي بعض الأحيان تدخل مصدر كارب فعشان كده في مكملات الواحد يستخدمها زي البروتين زي المصادر للكارب مو من الأكل المكملات الغذائية فعشان كده لازم الواحد يستخدمها بعد التمرين لازم على طول في ناس على طول بتخلص تمرينها تأخذ البروتين وهذا شيء مرة كويس عشان العضلة تستفيد أكثر هي ما بتصير عملية البناء وقتها بس عشان
انت جعان والجسم محتاج انه ترى في مجهود انت سويته وانا لازم اخذ مصدر عشان يعيشني الباقي اليوم. حلو. فعشان كده بياخذ الحاجات هذه. تمام. وعشان يقدر يحرق الفات اللي عنده بشكل اكبر. فلازم تاخذ بعد الاكل على طول تستخدم مصدر البروتين سواء اكل او غيره، ما تستنى 40 دقيقه. انت سويت 40 دقيقه كذا خليت الجسم ينهلك اكثر، وكذا حتضر العضلات اكثر. طيب بالنسبه للشخص اللي سوى العمليه في كتفه وجلوه 3 سنين، يعني عدت مره مراحل، بس خليه يبدا حبه حبه، ولازم يروح يسوي اشعه ويسوي حاجات عشان لما يجي مثلا يجي ما تصير في اصابه لا سمح الله او حاجه وتاثر على كتفه. يعني ممكن يستشير الطبيب والطبيب يوجهه عادي. اوكي، بس هو لازم ما يضغط على كتفه برضه، لانه ما ندري احنا لاي مرحله. ايوه، ما هو اي مرحله هو واصل او مرحله يوقف، وممكن هو بعد العمليه المفروض كان يسوي علاج طبيعي، هل هو سواه ولا ما سواه؟ اها صح. ايوه، فهنا الفكره، علاج طبيعي عشان يقوي الاربطه بين ترى العلاج الطبيعي مره مهم خصوصا لل ايوه انت على الطابه الف والحاجات دي. لا لا، مو عشان كذا، عشان انا فعلا جربت العلاج الطبيعي. ايوه، لانه مثلا اللي عنده ايش يفرق يعني. ايوه، اللي عنده اصابات في كتفه، في ركبه، في الحوض، في الظهر، في الحاجات هذه لازم يسوي علاج طبيعي بعد العمليه. او انه ما يحتاج، انه ممكن يسوي عمليه بس لازم يسوي علاج طبيعي سواء قبل او بعد عشان يقوي الاربطه ويساعد العضله ويساعد الاربطه والحاجات دي والاوتار كلها انه ترجع تلتئم بشكل مناسب، وما لا سمح الله تتطرق الموضوع بشكل سلبي بعدين. صحيح. حلو. أذكركم مرة ثانية مستمعينا بأرقامنا لو حابين تروحوا أي سؤال واستفسار على كابتن إبراهيم، 012-61-61-100 012-61-17-85-85. حلو. فآخر الأسباب اللي تكلمنا عنها أنه ممكن تؤدي لضمور العضلات في عالم الرياضة أنه الشخص ما يقسم وجباته صح. Exactly. فاحنا نكمل دحين، عندنا احنا وصلنا للخمسة وحنخلص الحلقة ولسه ما كملنا الباقي. ما مشكلة. طيب تمام. طيب. عادي يعني، هو ما شاء الله لا دائما عندنا تفاعل في حلقاتك كابتن إبراهيم، فما نقدر دائما نطرح المحتوى فنقسم على حلقتين. الله يعطيك العافية. اخذ هذا مدح، حاخذها مدح اكيد مدح. طيب بالنسبة للسبب الخامس اللي هو قلة النوم، في الناس اللي بتنام لازم تاخذ حقها من النوم من 7 إلى 8 ساعات. في ناس ترى تنام 10-15 ساعة وهذا شيء غلط، في ناس تنام ساعتين وهذا شيء برضو غلط. يعني في معدل للنوم طبعا انت تقيسه، هو تقريبا يعني 90% او اغلب الناس من 7 إلى 8 ساعات عشان يحفز عملية الايض وقت النوم والهرمونات اللي ما تخرج الا وقت النوم او في الليل وقت النوم، وهذه بتساعد بناء العضل وبتساعد بناء الجسم. عملية الإيض ترى مرة مهمة للجسم عشان يخسر دهون وعشان يبني عضل وعشان عملية الحيوية بالجسم كلها. فإذا هو زبط ده الموضوع أو زبط نومه بطريقة مناسبة، جسمه راح يتحسن بشكل مرة ملحوظ. مرة ملحوظ. النوم مرة مهم. النوم أيوه يفرق، لازم يركزوا عليه. تمام. في عندنا كمان اتصالات. طيب نأخذ الاتصالات كابتن إبراهيم. لا تفضل تفضل. وليد مساء الخير. يا هلا. طيب وليد ولا ناخذ الكابتن اول؟ طيب معنا كابتن عمر حيدر، مساء الخير. الو مساء الخير كابتن، كيف حالك؟ طيب. هلا حبيبي، حياك. معك كابتن عمر حيدر بطل دول اللي بطل المملكة في كمال الاجسام. الله يسعدك حبيبي، تفضل. الله يسعدك من جدة طبعا. بس نورتنا كابتن. تسلم لي حبيبي. الله يسعدك. بس من هذا المنبر الجميل بس تعطي نصيحة للشباب صراحة تعبان اللي يعني يجروا وراء الاستيرودات والمنشطات هذه. من عيوني الاثنين كابتن. والله تعبان. يجيك واحد عندي في الصالة يبقى يصير واحد على قولك في ثلاث أسابيع في ثلاث أسابيع. صح. والله صادق وانت كابتن. عارف الموجود حقة الحديد هذا أكثر له تغذية وتمرين مزبوط. شيء مهم. مزبوط يا كابتن. فيعني تعبان الشباب والله، يعني حتى كمان ننصح يعني أنه من الشباب الدنيا انه ما يعني يجي ورا شاهد يقول لك انا كلمت شباب احنا بيجيك لاعب يتمرن عند مدرب يقول له تمرن كذا يقول اضحك عليه ما بيمرني اعطيني البرنامج ريحنا اعطيني الكورس عشان اصير بطل زي كذا ويصير يبقى يصير وحش في 3 أسابيع. أيه وفي أيه النهايه حتى والله تعبونا يا كابتن فعلا. صح يا كابتن صادق. الامور هذه صادق. الله يسعدك. كذا نصيحه حلوه بس من الشباب اللي يتمرنوا الحديد في بداياتهم انه يعتمدوا على الاكل السليم والوجبات الطيبه وانتظام التمارين وانت عارف النظام هذا كيف هذا. من عيوني الاثنين يا كابتن. ما تحياتي لك. الله يسعدك يا رب. تحياتي لك كابتن عمر، شكرا لمشاركتك معنا في خليك وحش. طيب نكمل المواضيع. اول شيء نسمع نصيحه الكابتن الله يعطيه العافيه. ايوه، بالنسبه للناس اللي حابه انه هي تبدا لا يتطرقوا لموضوع الهرمونات او الكورسات اللي هو الناس بتستخدمها، لانه هذا اصلا حتى دوليا ترى ممنوع برغم كل الناس اللي جالسه كل ممنوع مرغوب انا عارف، بس انه كل الناس بتستخدمه استخدام خاطئ، ما هو زي الاستخدام اللي برا او لانه وراها اشراف طبي وراها حاجات وراها وبعدين بيصير في مشاكل صحيه بعدين وفي حاجات يعني في
في مليون مشكلة لدى الموضوع. وحتى لأنه استخداماتها جدا خطأ. وحصلا حتى يعني ما هي زي أول زي زمان. الآن حتى اكتشفوا شركات ترى بتغش الموضوع هذا. يعني بتيجي هرمونات مغشوشة. يعني الواحد بيستخدم حاجات مغشوشة برضو. وهذا شيء مرة غلط ومرة قوي. فعشان كذا زي ما قال الكابتن عمر حيدر هنا لازم إحنا نبدأ بالشيء الصح. نبدأ بالأكل وبالتغذية الصحية وبالرياضة وبالحاجات الكويسة. وجسمنا حبة حبة هيتظبط. يعني أنت ما تبى دحين تصير بطل وبعد سنتين ثلاثة تصير بشكل تاني وبشكل مقرف الناس تقرف منك لما تطالع فيه. فهذه هي الفكرة بس. تمام. فاصل أخير مستمعينا من خليك وحش وراجعين. خليكم على السماء. خليك وحش. يا هلا فيكم من جديد مستمعين خليك وحش. مكملين معاكم أكيد. لو حابين تطرحوا أي سؤال أو استفسار على كابتن إبراهيم النونو 0121-61-61-100 0112-17-85-85. اتصال. مساء الخير. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا فراس. يا هلا. مساكم الله بالخير. الدكتور فراس أهلا وسهلا. مساك الله بالنور والسرور. أخصائي التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي. أهلا وسهلا. أهلا نورتنا. أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. حبيت أعمل مداخلة مع الكابتن. ليش لا؟ أهلا وسهلا. شيء يسعدنا وشرف لينا. الله يبارك فيك كابتن. طبعا إحنا عندنا الحالات اللي بنستقبلها بتكون من الناس اللي هي بيعملوا التمارين اللي هي التقوية للعضلات. تمام. وفي ناس بتاخد اللي هو الإبرة الهرمونية للعضلات والنفخ للعضلات هذه. بالضبط. فبيحصل معانا ان احنا بنواجه مشاكل مع المرضى هذولي بانه سرعان ما العضلات بيتم فيها تلف يعني في نفس العضلات. حلو. بسبب الإبرة اللي بتحصل. بالضبط بالضبط. فحبينا ان يريد تنبه على الموضوع هذا بزيادة علشان الناس تاخذ خبر يعني من عيوني. من عيوني دكتور. توعية من عيوني دكتور. شكرا لك دكتور. يعطيك العافية. شكرا لك أكيد على المداخلة كمان. يعني كنا نتكلم لسه على موضوعنا. يا ريت الأخصائيين يكونوا موجودين بالضبط على موضوع الهرمونات. صح. تمام. في اتصال من علي المالكي. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. ممكن أكلم الكابتن؟ تفضل حبيبي. كابتن حبيبي أنا وزني ضعيف شوي. أقدر أستخدم البروتين قبل التمارين يعني قبل ما أدخل الكورس أو قبل ما أدخل النادي؟ حلو. طيب لا شوف هو قبل التمرين أو قبل التمرين إذا أنت ضعيف جسمانيا أو أنت وزنك نازل لازم تأخذ مصدر كارب. يعني تشوف. حلو. مصدر الكارب تأخذه في طبعا مصادر حتى في المكملات كاربوليك ولا غيرها من مصادر الكارب تأخذها عشان تزيد نسبة حساسية الأنسولين في الدم وعشان ترفع العضل بس. اما كبروتين تاخده قبل التمرين ما راح تستفيد. البروتين بعد التمرين او تاخده الصباح اول ما تصحى من النوم. يعطيك العافيه. شكرا لك يا علي. يعطيك العافيه. طيب حلو. نرجع لموضوعنا. موضوعنا احنا اخر شيء وقفنا عليه اللي هو النوم والراحه. النوم والراحه يعني مهمه في بناء العضلات. طيب طيب خلينا نقول مثلا موضوع كمان الراحه الطويله بين التمرينين. ترى هذه مره مهمه. يعني مو أتمرن تمرين وأجلس ساعتين عشان أتمرن التمرين الثاني ولا جيني اتصال وأسحب كده أطلع ألفلف كده شوية وأدير. لا لازم كل يعني ثواني معدودة. يعني بين كل جلسة وجلسة لازم يكون فترة الراحة جدا بسيطة بس عشان أخذ النفس. مثلا 30 ثانية أقل. أيوه ممكن 10 ثواني بس اللي هو أخذ نفسي أرجع أكمل أخذ نفسي أرجع أكمل. لأنه أنت الحين طبعا تمارين إحنا بنتكلم عن بناء العضل. في تمارين ثانية اللي هو مثلاً بيلعب 30 دقيقة بس مثلاً 30 دقيقة متواصلة. دقيقة يكون فيها عالي و30 ثانية يكون فيها نازل. طبعاً هذا الشيء تاني تكنيك تمرين تاني. احنا نتكلم عن تكنيك بناء العضل الشيء المعروف الشيء اللي متداول والناس بتدور عليه. فلازم بين كل تمرين وتمرين يرتاح ثواني كده 10-15 ثانية بس ياخد نفس فيها ويرجع يخش التمرين مرة ثانية. ما يطول ما يخلي الجسم يبرد. لو برد الجسم خلاص ما استفاد. فلازم هذه الراحة تكون جدا بسيطة بين التمرينين. تمام. وبعدين كمان التنفس أثناء التمرين لازم يقدر قد ما يقدر يدخل أكسجين للجسم. يحاول إنه هو يطلع ثاني أكسيد الكربون ويدخل أكسجين للعضلات.
ايش الدم فيه مره اكسجين كثير لازم يوصل للعضله عشان العضله تستفيد اكثر. هذه مره مهمه التنفس. ترى في ناس كثير وهي بتتمرن تكتم نفسها. صح هذا غلط. لاحظت مره غلط. لازم يخرج ثاني اكسيد الكربون ويدخل الاكسجين قد ما يقدر. عمليه التنفس لازم تفضل معاه شغاله. وكمان ترى هو بيتنفس بيحرق فات على فكره. يعني كل ما بتنفس اكثر بيحرق فات. ما تشوفي حقنا اليوغا دول بتلاقيهم جالسين بس على عمليه التنفس جسمهم ليش حلو؟ لانه بس عمليه التنفس وصلوا لمرحله انهم بيركزوا في اليوغا ده بطريقه مره خرافيه في التنفس فصار بيحرق فات. جسمه صار يحرق الشيء الهواء اللي بيخرجه هو فات خلاص. ثاني اكسيد الكربون هو فات. شوف قديش التنفس مهم صراحه. مره مهم. ولازم نجي للسبب كمان اللي هو انتظام وقت التمرين. يعني ما ينفع أنا أتمرن مرة صباح مرة ليل مرة عصر مرة بعد مغرب مرة بعد العشاء مرة كل يوم في وقت. يعني خلي عندك لايف ستايل جدول معين وقت التمرين عشان خلينا نقول منظوما 24 ساعة. فأنت في 24 ساعة خلي مثلا الساعة 8 كل يوم هو تمرينك. ما ينفع كل يوم تتمرن مرة 10 مرة 12 مرة. هو أوكي العضلة حتستفيد بس مو بالشكل المطلوب أو مو بالشكل الملحوظ. لا أنت إذا تبغى إذا مشيت على هذا الكلام اللي أنا حقوله راح تشوف تغير خلال مثلا شهر جسمك يتغير تماما. فإحنا لازم نمشي كل يوم الساعة فلانية اللي نتمرن فيها خلاص تكون محددة إحنا نتمرن فيها. خلاص رتب نفسي أنا طالع من الدوام بعد الدوام دايركت هروح النادي. يا سلام. والتمرين الكارديو يختلف عن بناء الحدي أو بناء العضل. يعني إذا مثلا كل يوم بتمرن الصباح كارديو وفي الليل حديد ما في مشكلة بس ما أعكسهم. مو مثلا يصير أبدأ ما رحت كارديو صباح وما اروح ليل ما رحت كارديو في الليل او ما ادري لا شكل من عندي لا, لا 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 لازم يكون في جدول معين يمشي عليه. تمام حلو الترتيب اكيد بالنظام هذا. طبعا واداء التمرين خلينا نقول في اداء التمرين ما نستعجل في التمارين مره ما نستعجل في التمارين. هو في تكنيكات انه احنا نلعب. في ناس مثلا ياخذ لك البار ويقول لك انا وزن خفيف واسوي 50 عده كده ورا بعض بسرعه اساس انه هو سوى تمرين. هو ولا استفاد من العضلة ولا كأنه سوى أي شيء. فهذا مرة غلط. يكون بسرعة زايدة يعني. مرة بسرعة زايدة وجالس يشيل وزن خفيف على أساس إنه تكرار عالي إنه حيفيده. وهذا غلط. أيوة سوى تكرار عالي بس ركز في التمرين. التركيز في التمرين مرة مهم. صح. يعني هو بيلعب لازم مثلاً يركز في العضلة اللي هو بتطلع. دحين شوفي ترى فكرة المراية في العضلة هي ما هي عشان الواحد يستعرض. هي ترى موضوع نفسي. الواحد لما بيلعب ويطالع في العضلة ويشوف شكل العضلة. ترى من جد فعليا هذا الشيء. يعني لما نسوي دراسه على الموضوع ولما نحطوا المرايه ما حطوها عبثا. فهو لازم الواحد يطالع في الموضوع ويطالع في العضله وهو بيتمرن ويشوف العضله كيف تتحرك عشان يدي الاداء الصح لها. عشان يلعب التكنيك الصح. مو انه انا بطالع بنفسي كل شويه استعرض. يعني هذا الشيء ينطبق على الناس اللي بتشيل وزن ثقيل بس ما بتركز. يا سلام. ايوه يعني تشيل وزن ثقيل في شوفي في نوع بس نوع واحد من التمارين اللي هو انا بشيل فيه وزن مره ثقيل اللي هو حتى لو تشوفيهم في الفيديوهات ولا هذول الابطال الكبار بيحط لك وزن مره عالي وبيلعب عده واحده بس. صح. بس عشان يكسر الوزن عشان يوصل لمرحله يكسر فيها الوزن. هذه اسمها كسر الوزن. احنا نقول له هي طبعا تكنيك معين وحاجه معينه وما يسويها للبروفيشنال ما انصح اي احد فيها الا ناس محترف او ناس متقدمه في اللعبه. بس هو بس عشان يكسر الوزن يشيل وزن مره عالي وتلاقيه معاه واحد كمان يساعده. يعني مو لحاله او ممكن 2 3 بيساعدوه حتى في وأجهزة معينة مو كل أجهزة. يعني مثلا بس تمرين البنش حق الصدر ولا السكوات حق الأفخاذ. صح. يعني مو أي تمارين كمان بس عشان يكسر الوزن. هذه هي الفكرة. تمام. أما اللي بيلعب مثلا بوزن عالي بتلاقيه بسرعة كده بس يبي يخلص العشر عدات وقام ولا كأنه سوى شيء ما راح يستفيد. هو كمان موضوع السرعة يعني مهم وموضوع التركيز في التمرين. التركيز أهم من السرعة. أيوه السرعة. إنه ما يكون يعني أحيانا واحد بيفكر شيء برا. يا سلام. أيوه خلاص أنت داخل التمرين حط تركيزك في التمرين. هي كلها الساعة هذه أركز فيها أتمرن صح وأجي أمشي براحتك. صح. فهمت؟ علشان كذا في مثلا اللي له مود بيسمع ميوزك بيسمع حاجة بيجلس كذا بيعيش جو. أنا ماني رايح أنا وصاحبي أتمشى. يعني في ناس بيسووا جروبات وبيجلسوا بيفلوا هناك مو نادي صار. صار استجمام. لعبه والله من جد ألاقيه مثلا أنا أجي بتمرن أنا جالس أتمرن وهو جالس هو صاحبه على 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 جهاز الصدر وفكين هرجة وشفت إيش صار أمس. طب يعني بتمرن أنا طيب هرجة روح برا. فعلا بتصير أكيد. يعني عاد إحنا ما شاء الله عندنا يعني في نوادي البنات قهوة وشاي ممكن تلاقي عادي. يا سلام. نرجع كمان اللي هو تنا الموية أو السوائل يعني الموية. في ناس كثير وقت التمرين ما تشرب موية وفي ناس كثير بتشرب مويه بكميات كبيره. هو ده صح انك انت تشرب بكميات كبيره بس خلينا نقول لما تعبي المعده مره كثير مويه وخصوصا وقت التمرين حيصير تصير ثقيله. احيانا تحسي اصلا المعده فيها مويه كثير كده. يا سلام ايوه الجقجقجق دي بالضبط. اهم شيء تاثير الصوت. تمام. فقلت لازم انك انت تركز على الموضوع هذا. اوكي اشربي مويه بس بكم يعني مثلا خلينا نقول
لتر من معدل لتر تقريبا، او قررت مويه كبيره وقت التمرين، او قررتين مويه كبيره وقت التمرين، كويس انف. بعد التمرين طبعا طول اليوم انت لازم تشربي الكميه اللي انت تحتاجيها. احنا ما اقول مو بس وقت التمرين، في ناس بس وقت التمرين يشرب مويه وطول اليوم ما يشرب مويه، وهذا شيء غلط، لازم على طول. بس احنا وقت التمرين احنا بنتكلم عن هذا الموضوع. تمام. بس يعني والله يعطيك العافيه. الله يعافيك كابتن ابراهيم، شكرا لك. طبعا في كل حلقه تكون موجود فيها فعلا تكون مميزه الحلقه دائما. الله يعطيك العافيه، شكرا، هذا التمييز بفضل الله ثم جهودكم معي. شكرا لك. مستمعينا يعطيكم الف عافيه، شكرا لكل تواصلوا معنا عن طريق الهاتف او من خلال الاس ام اس او مواقع التواصل الاجتماعي. ارجعوا اسمعوا الحلقه من جديد على قناتنا في اليوتيوب على اي لايف اف ام. كنت معكم انا سامي البيروتي، في امان الله.